السلام عليكم ورحمة الله. أميرتي العاليات، كنتمنى تكونوا بخير على خير. تشاهدوا هذا الفيديو الذي كنت تتمة ديال الدروس السابقة. بالنسبة لآخر حاجة غندير لكم في هذا الدرس إن شاء الله، جيت لكم هنايا بالدرس ديال بالنسبة للقياسات. بالنسبة للقياسات هنايا كيف ما كتشوفوا الجدول أنا صوبته، هنايا عندنا القياسات وهنايا عندنا فيه السن. بالنسبة للسن عندنا من عام، ومن عام 3 سنين، ومن 3 سنين حتى 4 سنين، من 6 سنين ل7 سنين، من 8 سنين ل9 سنين، من 10 حتى 11، من 12 حتى 13، من 14 حتى 15. هيا دينا من 4 حتى 15، يعني هادو هما القياسات. وهنايا بالنسبة للقياسات اللي كنحتاجو، يعني اللي كناخدو عادي، كناخدو الكتاف والصدر والطول لكم ودورة لكم والتركيز والطول والسفيفة اللي غنحتاجو بالنسبة للقياسة. غنبداو على بركة الله. بالنسبة للعام عندنا الكتاف كنديرو ليه 20، أنا راه ديجا عمرتهم. بالنسبة للصدر عندنا 28، بالنسبة لطول لكم قلنا 24، يعني بالنسبة لطول لكم يعني الطول تاع لتحت. بالنسبة لدورات لكم عندنا 16، وبالنسبة هنايا للستر البنات هادي راه نصف دورة، وهنايا حتى هي دورة الكتاف، يعني دورة الكتاف ملي نقسمو على جوج كتعطينا 10، يعني من بعد غادي نحطو 10. وهنايا بالنسبة ل28 ملي نقسموها على جوج كتعطينا 14، يعني هادو هما القياسات اللي غنخدمو بيهم. يعني نخدمو هنايا بالنسبة لدورة الصدر نخدمو ب14، وبالنسبة للكتاف نخدمو ب10 بالنسبة للطفل ديال سنة. وهنا نكملو بالنسبة للتركيز عندنا 12، وبالنسبة لطول لكم عندنا 55. طول عفوا ماشي طول لكم، طول ديال الطفل عندنا 55. وبالنسبة للمتراج ديال السيفة عندنا 2.5 متر. هنايا البنات هنا بالنسبة بالمتر، هنا بالنسبة للسفيفة بالمتر يعني 2.5 متر. أما بالنسبة للقياسات كلهم راه كنديروهم بالسنتيم. ونكملو بالنسبة العام، عامين 3 سنين عندنا 24 في الكتاف، تا هي كنقسمو على جوج. وبالنسبة للصدر عندنا 30، طول لكم عندنا 28، بالنسبة لدورة لكم عندنا 18، تركيز عندنا فيها 14، بالنسبة للطول عندنا 65، والطول ديال السيفة يعني لا قدنا في الجلالبة 3 متر، يعني كندير لكم هنايا المتر. بالنسبة ل4 سنين و5 سنين عندنا الكتاف 32، الصدر 34، طول لكم 30، ودورات لكم 20، والتركيز 16، والطول 85. وبالنسبة للمتراج ديال السيفة غنحتاجو حتى هو 3 متر. وبالنسبة ل6 سنين و7 سنين غنحتاج نديرو هنايا 34 في الكتاف، 36 في الصدر، 32 في طول لكم، دورات لكم هنا غنديرو 20 حتى هو، ولا نقدرو نديرو 21، 20 ولا 21، يعني ممكن 20 ممكن 21. وبالنسبة للتركيز 17، وبالنسبة للطول غنديرو 92، وبالنسبة للمتراج ديال السيفة غنحتاجو 4 متر ديال السيفة. وبالنسبة لثمان سنين أو 9 سنين الكتاف غنديرو فيهم 35، بالنسبة للصدر غنديرو 40، بالنسبة لطول لكم 36، بالنسبة لدورات لكم 22، بالنسبة للتركيز 18، بالنسبة للطول عندنا فيه مترو،
بالنسبة لثمان سنين وتسع سنين، بالنسبة للمتراج ديال السفيفة غنحتاجو 4 متر ديال السفيفة، بالنسبة لعشر سنين و11 عام غندير الكتاف 36، الصدر 42، وهاد القياسات دائما البنات راه كنقسموهم على جوج، لا بالنسبة لدورة الصدر ولا بالنسبة للكتاف، دايما كيتقسموا على جوج حيت عندنا هنايا نصف دورة. هنايا طول لكم 45، وعندنا دورات لكم 22، عندنا التركيز 20، عندنا الطول 1.20 متر، وبالنسبة لبنات الطول راه كيبقى على حسب كل دري والطول ديالو على حسب كل واحد. بالنسبة للمتراج ديال السفيفة نحتاجو 5 متر ديال السفيفة. بالنسبة لتناشر 13 عام عندنا الكتاف فيه 37، عندنا 26 نهاية 26، ما كنقسموهاش على جوج، يعني هنا راه غلط، يعني غندير هنايا 26 على 26 يعني غتعطينا 52، يا إما 26 يا إما 52، نكتبها لكم هنايا في الفوق، هي 52، إلا قسمناها على جوج عاد كتعطينا 26. بالنسبة هنايا راه القياسات كيتقسموا على جوج، المهم بالنسبة لثلاث سنين يعني 26. غادي نكمل، وبالنسبة هنايا لطول لكم عندنا 50، بالنسبة لدورات لكم عندنا 24، بالنسبة للتركيز 22، بالنسبة للطول 1.26 متر، بالنسبة للمتراج ديال السفرة 5 متر. وغنجيو لهاد العمر آخر عمر يعني من 14 15 سنة، عندنا في الكتاف 38، هما دائما كنقول لك كيكونوا مقاربين للناس الكبار. بالنسبة للصدر عندنا فيه 56، 56 مقسومة على جوج كتعطينا 28، يعني تقدر ديري 28 تقدر ديري غير 26 على حسب. المهم 26، 26 يعني هنايا 56، هنايا طول لكم عندنا 53، بالنسبة لدورات لكم 24، وبالنسبة للتركيز 23، وبالنسبة للطول 1.32 متر، وبالنسبة للمتراج ديال السيفة غنحتاجو 6 متر ديال السيفة، يعني السيفة غنحتاجو 6 متر. بالنسبة لهاد القياسات البنات راه ماشي ثابتين، يعني باش تقولوا هادو راه قياسات ثابتين يعني راه ماشي ثابتين، يعني ممكن التغيير ديالهم. انا بالنسبة ليا انا خديتهم للدراري اللي في هذا العمر، يعني نفس العمر اللي كاين هنايا، مثلا هاد القياسات خديتهم للبنية عندها 8 شهور، يعني هاد القياسات كينطبقوا على البنية ديال 8 شهور، وكل قياسات هنايا بالنسبة لهادو ديال عامين، يعني خديتهم للدري البنية عندها عامين وشهرين، يعني هاد القياسات ديال عامين وشهرين. بالنسبة لهادي خديتهم للبنية عندها 4 سنين ونص، وبالنسبة لهادي عندها 6 سنين طالعة في 7 سنين، هاد القياسات اللي هنايا وهكذا. وبالنسبة لهادو تا هما خديتهم، المهم هادو ما عقلتش باقي حيت عندي غير في الدفتر، هادي يعني الله خديتهم تا هما غير في الأواخر مورا العيد الكبير، هادو تا هما ديال البنية عندها 13 عام، يعني طالعة في 13 عام، وهاد البنية اللي هادي عندها 15 عام، هاد القياسات ديال البنية ديال 15 عام. مثلا هنا غيبان لكم هاد الصدر، يعني بحال هاد الصدر انا حطيتو يعني كبير، يعني هنايا 26 مقسومة على جوج كتعطينا 28، يمكن ما تنطبقش على واحد البنية اللي كتكون رقيقة، يعني بالنسبة لي انا هاد القياسات خديتهم من واحد البنية اللي عامرة شوية، ولكن بالنسبة للبنية اللي كتكون عندها بين 14 و15 عام ورقيقة، يعني هاد الصدر ما ينطبقش عليها، يعني تقدر تكون غير 23، 6 ل 26، يعني ما غاديش تفوت 26 الا كانت البنية رقيقة عادية. بالنسبة لهاد القياسات انا خديتهم من البنية عامرة شوية
دابا الشاشة يبان لكم هاد القياسات بحالهم بحال القياسات ديال السيدة. مثلا انا شخصيا كنخدم ب 28، الصدر ديالي كنحط فيه 28، هذا ما كان. وبالنسبة للقياسات البنات راه ماشي غير جبتهم غير هكداك، كما قلت لكم راه خديتهم كل قياسات خديتهم من البنيات، ولكن العمر راه كيختلف. الا لقيتي انتيا تاخدي القياسات البنيه اللي تفصلي لها شي حاجه كان احسن، ولا جاب الله ما لقيتيش يمكن لك تستعني بهاد القياسات. وكل مره مثلا بين 4 سنين وخمس سنين، مثلا 32 غديري 4 32، فاش غتوصل 5 سنين تقدري ديري 33، مثلا 34 تقدري ديري هنايا 35، فاش غتقرب يعني فاش كتكون عندها 5 سنين وشهر ولا عاوتاني هكا تقدري تزيدي مثلا هاد القياسات. ولا تقدري مثلا فاش كتكون البنية فايتة 5 سنين واصلة ل 6 سنين، قريبة ل 6 سنين مازال ما وصلتها، تقدري ديري هاد القياسات ديال 6 سنين. هذا ما كان بالنسبة للقياسات اللي هما مهمين ديال الأطفال. وبالنسبة لدورة الحوض ودورة الحزام، أنا ما كناخدهمش للدراري الصغار، يعني ما كاين لاش. بالنسبة للحزام، بالنسبة من العام تالت من السنين، تال هنا يعني واحد من عام التالت من السنين، يعني تال هنا كنحط ما كنديرش ايفازي، يعني كنسطر من دورة التركيز كنسطر لتحت. نوريكم في ورقانا، يعني مثلا هكا عندنا التركيز هكذا، هاي البياسة دي مثلا بحال هكذا، عندنا التركيز من هنا نورمالمون غندخلو بإيفازي بحال هكا ونهبطو نديرو إيفازي بياسة عادية، يعني بحال هكا كنفصلوها، هذا هو الربع. ولكن بالنسبة للبنيات الصغار اللي قلت لكم، بالنسبة لعشر سنين للفوق ممكن تدخلي بواحد جوج سنتيم، ماشي مشكل، واخا ديري ليها إيفازي غدخلي بجوج سنتيم، يعني هنايا يعني بلا ما تاخدي دورة الحزام غادي تدخلي بجوج سنتيم فقط، غتدخلي بيها وديري ليها ايفازي. ولا كانت البنية اقل من 8 سنين من الاحسن ديري غير بحال هكا، يعني تستري مباشرة مع النقطة. علاش ما نديروش لهم ما ايفازي؟ يعني كنديرو بحال هكا ايفازي، ولكن هذا الخط كيكون مستقيم، يعني ما كندخلوش ديك ايفازي بحال هكا بحال السيدات الكبار. علاش؟ حيت هما كتكون عندهم الكريشة، حيت الدراري الصغار ما عندهمش الصدر، تقريبا كتلقى الصدر بحالو بحال الكتاف، يعني التكويرة اصلا ما كتجيش بزاف، كيكون دورة الكتاف ما كاينش الفرق بينه وبين دورة الصدر. وبالنسبة لهنايا دورة الحزام، الا دخلتي ليها ايفازي غادي تجيها البياسة مزيرة من الكريشة، حيت هما عندهم الكريشة وما عندهمش الصدر. هذا ما كان يعني بالنسبة الا غتفصلي البنية صغيرة اقل من 8 سنين، من الاحسن تسطري هكا مباشرة بالمسطرة، وتسطري هذا الخط مباشرة، ودير هنايا دورة الجلايل اللي راح حطيتوهم لكم في الدرس اللي سابق، غديروا ديك المسافة ديال الجلايل وتسطروا مباشرة بحال هكا، يعني من الأحسن ما ديروش جوج سنتيم ما تدخلوش بيها. هادي كنديروها إلا كانت 10 سنين تال 15 عام أو السيدات الكبار. وبالنسبة لدورة الحوض تا هي بالنسبة كنحطو نفس المسافة اللي عندنا في دورة الصدر، هي اللي كنحطوها في دورة الحوض، وما كاين لاش تحطيها، غتحطي تستري مباشرة من هاد النقطة وتستري لتحت الا كنت تفصيل كاسه ديال بنية صغيرة. هذا هو الدرس ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وشرحت لكم مزيان، ونقربكم باقي القياسات باش تشوفوهم مزيان. وقت نكون ساليت الدرس، وما تنساوش الاشتراك في القناة ديالي واللايك الى عجبكم الفيديو. والدرس السابق ان شاء الله اللي غيكون هذا ندير لكم فيه القب والخطوات ديالو.